خلونا نروح لخبر آخر. وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن توفير أكثر من 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال الفترة من 3 لـ4 سنوات المقبلين. كلم أيضا أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه بالفعل من الموازنة الجديدة لمشروعات حياة كريمة بالقرى. ده طبعا يعني نفس الرقم اللي اتكلم عنه النهاردة رئيس مجلس الوزراء 700 مليار، والنهاردة الوزير أو في نفس التصريحات الوزير يتكلم عن أكثر من 600 مليار في نفس أو في إطار آخر. وجه الوزير مصلحة الخزانة وسك العملة بسك هذا المشروع القومي على العملات أو الفكة تحت شعار حياة كريمة، هيسهم طبعا في توثيقه ضمن المشروعات القومية والتنموية غير المسبوقة اللي بتشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي. بالتالي هيتم طرح 10 مليون قطعة من فئة الجنيه وخمسة مليون قطعة من فئة الخمسين قرش تحمل شعار حياة كريمة. خلونا نستقبل عبر الهاتف الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية. دكتور أهلا بحضرتك. دكتور شريف حضرتك معايا يا فندم؟ أيوة أهلا بيك. أهلا. خليني أسألك عن العملة الجديدة تحت شعار حياة كريمة، هل في رموز معينة؟ لأن الحقيقة ده سؤال مبدئي حابة أعرفه، هل في رموز معينة ولا هتكون كلمة حياة كريمة يعني هي اللي على العملة؟ لا بالعكس، هو زي ما حضرتك قلتي احنا ده استكمال لجهود الدولة وسيادة الرئيس والحكومة في الارتقاء بحياة المواطن. فزي ما الدولة ابتدت تشتغل على المدن الجديدة وتطوير المدن القائمة، المرة دي احنا شغالين على أكثر من 4000 قرية على مستوى الجمهورية من قرى الريف. اللي بيحصل هيحصل تطوير شامل في شبكات البنية التحتية، في مياه الشرب، في الصرف الصحي، في مراكز الشباب، في المدارس، في الطرق، بحيث زي ما السيد الرئيس قال في أحد مداخلاته الحكومة هتدخل القرية مش هتخرج زي الكل بعد ما كل حاجة تتم. عشان كده حتى الشعار اللي احنا اخترناه كان هو سمبولة القمح واحد الرموز اللي بترمز للقريه، اللي هو دايما سمبوله القمح بترمز للخير. صح. في التراث بتاعنا. فده مشروع مهم جدا، من اكبر المشروعات على مستوى العالم من حيث عدد السكان المستهدف وعدد القرى والنطاق الجغرافي اللي هيمتد على مستوى الجمهوريه كلها في خلال الثلاث سنين الجايين ان شاء الله. في كمان هيتم سك او فعلا تم سك موكب نقل المومياوات الملكيه يا دكتور؟ مظبوط، ده برضو تم سكه في جزئين، في جزء العملات المتداوله الجنيه ونص جنيه، انما كمان عملنا عمله تذكاريه من فئه ال 100 جنيه معموله عمله فضيه، وعملنا الشعار والكتابه عليه بالعربي والانجليزي عشان نوثق الحدث التاريخي المهم جدا اللي حصل الشهر اللي فات، والحقيقه كان ليه صدى كبير جدا على الشعب المصري في الداخل وعلى كمان الدول الثانيه والشعوب الثانيه، وليه صدى كمان على السياحه والاهتمام بالاثار المصريه. فعشان كده حرصنا ان احنا نعمل منه عمله تذكاريه بالاضافه للعمله المتداوله. العمله المتداوله ميزتها انها تكون في ايدين كل الناس، يعني دي اللي احنا بنشتري بنبيع بيها، فمش هيضطر ان هو يدفع كتير في ذهب او فضه عشان يشتريها. انما العمله التذكاريه حاجه لتوثيق الحدث، ودي بتبقى لهواة العملات اكتر. طب خليني اسال حضرتك، العملات ايه منها المتداول وايه منها اللي بشكل يعني هيبقى تذكار فقط بالنسبه لي المشروعين او الحدثين اذا كانت حياه كريمه او الموكب؟ حياه كريمه دي هتبقى على العملات المتداوله الجنيه ونص جنيه، ودي استكمال لمجموعه عملات متداوله ابتدينا نشتغل فيها في اخر سنتين. كنا عملنا منها قناطر اسيوط، مشروعات الطاقة الشمسية في أسوان، العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات الطرق القومية، مشروع الريف المصري الجديد اللي هو بيرمز لإصلاح 1.5 مليون فدان. فدي كان في حرص من السيد وزير المالية إن احنا نحطها على العملة المتداولة اللي هي بتبقى مع الناس كلها. ودي كمان الحقيقة لما نزلناها كان لها صدى كبير قوي عند الشباب بالذات، في مجموعة كبيرة من الشباب ابتدوا يجمعوا المجموعات العملات، فابتدى مثلا يبقى عنده 6 بيدور على عملتين اللي موجودين. انما كمان التاثير غير مباشر انه زود الوعي عندهم باهميه المشروعات دي، فابتدى يسال قناطر اسيوط الجديده دي ايه المقصود بيها، ازاي بتساهم في مشروعات الري والسياحه في المراكز السياحيه وفي توليد الطاقه المتجدده. طب اللي عايز يلاقي العمله بتاعت نقل المومياوات يجيبها منين يا دكتور؟ دي من مصلحه سك العمله. ينفع يعني ينفع حد يحصل عليها في مصلحه سك العمله في الدراسه؟ هتكون موجوده العمله التذكاريه،
وفي مصلحة الخزانة العامة كمان في وسط البلد، شارع منصور في وسط البلد. يعني بشكر حضرتك، بس خليني اسالك سؤال اخير، امتى هنشوف العملات دي في ايد الناس؟ يعني امتى بالفعل هيتم تداولها؟ يعني في الفك شغال حاليا في مصلحه فك العمله، وفي خلال اسبوعين ان شاء الله هتكون موجوده في ايدينا الناس كلها ان شاء الله. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور شريف حازم مستشار وزير الماليه.